الموسم ال 12 عبقرية المدارس ومباراة مهمة في دور ال 32، وهفكركم بالنتيجة. عمر بن الخطاب الحوامدية الجيزة 120، منية المرشد كفر الشيخ 20. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. محمد عصام وكرولو السامح، كرولو السامح ومحمد عصام. محمد عصام هتبتدي انت الاول. كرولو اتفضل عند سليم، هتسمع اغنيه وترجع لها تاني. محمد عصام تعالى مكاني. عارف انت تحت الضغط، كل نقطه هتفرق. عايزين نحسن السكور، اتفقنا؟ وعايز الاجابات بصوت واضح عشان اعرف اقول لك صح ولا غلط. كرولو السامح اخباره ايه؟ تمام؟ تمام. تحت الضغط كاونتر. ما هي العملة الرسمية لدولة تركيا؟ دينار. غلط. مصير صرصار هي مسرحية الأديب مصري راحل. فمن الحكيمة. صح. من هو الحاكم المغولي الذي قضى على الخلافة العباسية في بغداد؟ هولاكو. صح. فنانة قامت بدور هيام في فيلم فتاة المصنع، فمن هي؟ غلط. كم عدد حروف كلمة الفلسفة؟ 7. صح. كم عدد كواكب المجموعة الشمسية التي ليس لها أقمار؟ 2. صح. في عهد أي رئيس مصري تم افتتاح استاد القاهرة الدولي؟ جمال عبد الناصر. صح. ما هو نظام الحكم في دولة مقدونيا الشمالية؟ جمهوري. صح. بياعين الصبر هي أغنية الفنانة مصرية، فمن هي؟ شيرين. صح. ما هو أكثر أندية حصولا على الدوري البرتغالي؟ ريال مدريد. كرة قدم. دوري البرتغالي. بس برافو عليك، برافو عليك محمد عصام، برافو، برافو عليك، برافو محمد، ارجع مكانك. لا كويس جدا، كويس جدا جدا. سليم عايزين كرولوس ينضم لينا. شفت 7 من كام؟ من 10. برافو عليك، برافو عليك. بالعكس انت حطيت كرولوس في موقف صعب دلوقتي. كرولوس بقى تحت الضغط بجد. عايز تعرف كم اجابه ولا لا؟ لا. بس هقول لك معلومه مهمه، انا قلت العشر اسئله كاملين. تحت الضغط كاونتر. ما هي العمله الرسميه لدوله تركيا؟ ليره. صح. مصير صرصار هي مسرحية الأديب مصري راحل. توفيق الحكيم. صح. من هو الحاكم المغولي الذي قضى على الخلافة العباسية في بغداد؟ باص. فنانة قامت بدور هيام في فيلم فتاة المصنع، فمن هي؟ ياسمين رئيس. صح. كم عدد حروف كلمة الفلسفة؟ 7. صح. كم عدد كواكب المجموعة الشمسية التي ليس لها أقمار؟ 3. غلط. في عهد أي رئيس مصري تم افتتاح استاد القاهرة الدولي؟ عبد الناصر. صح. ما نظام الحكم في دولة مقدونيا الشمالية؟ جمهوري. صح. بياعين الصبر هي أغنية فنانة مصرية، فمن هي؟ نجات. غلط. ما هو أكثر أندية حصولا على الدوري البرتغالي لكرة القدم؟ غلط. تعالى. فرقت معاك يا كرولوس على سؤال واحد بس. طب قريبة. طبعا قريبة. 7 إجابات صحيحة، 6 إجابات صحيحة، وروح رياضية جميلة. تعالوا نشوف السؤال الوحيد اللي ما تجاوبش. ما هو أكثر الأندية حصولاً على الدوري البرتغالي؟ بنفيكا. طبعاً بنفيكا. هارد لك. كلنا حي محمد عصام وكرولوس، كرولوس ومحمد عصام. تفضلوا. النتيجة اتغيرت. محمد عصام استفدت ب 15 نقطة. الحمد لله. حسنوا السكور شوية. كنتوا كام؟ 20. و7 إجابات صحيحة. 35 و10 نقط هدية. 45. بقيتوا كام؟ 65. منية المرشد. كرولوس كنتوا كام؟ 120. وكم إجابة صح؟ 6 ب30 نقطة، بقيتوا 150. طبعا الفقرة اللي جاية لو كسبتوا ضربات الجزاء المباراة اتحسبت. فرصتكم الوحيدة إن أنتوا تكسبوا ال 25 نقطة اللي جايين. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. 25 نقطة لمدرسة واحدة بس، وأول 2 مرام اتفضلي ومريم. مريم ومرام، مرام ومريم. 65 و25 يبقى كام؟ 90. تمام. و150 و25؟ 175. 175 اتحسم اللقاء واتأهلتوا لدور ال 16. السؤال الأول رياضة.
ما هي الرياضة التي كانت تحترفها اللاعبة الأمريكية هيلين ويلز؟ تنس. تنس الهدف الأول. الحمد لله أخيرا يا مرام الهدف الأول وفعلا تنس. طب هي تنس دي ما تخليكيش تبتسمي وانت معاكي هدف؟ أيوة دي بطلة عظيمة. ويمبلدن 8 مرات، أمريكا المفتوحة 7 مرات، رولان جاروس فرنسية 4 مرات، يعني بطلة عالمية طبعا، وفي 2 ميدالية أولمبية. هدف بلا مقابل محمد ربيع ومحمد عصام. والسؤال الثاني، فنون فنان راحل قام بدور صابر عارف في فيلم ميدو مشاكل، فمن هو؟ حسن حسني. هارد لك يا عصام، هارد لك حسن حسني. الهدف الأول تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد النجار. دلوقتي آية وهبة، هبة وآية، والسؤال اللي جاي بقى مهم جدا. السؤال الثالث، تاريخ في أي دولة آسيوية حدثت ثورة ميجي الإصلاحية؟ اليابان. هي قامت 1868، بداية التاريخ الحديث لليابان. الهدف الثاني، أنهت حكم سلالة إيدو، هدفين مقابل هدف. كرولوس ما بقاش عنده اختيار غير إنه يتعادل. والسؤال اللي جاي في القدرات الذهنية، يوسف وكرولوس، كرولوس ويوسف. لو الإجابة صح يا كرولوس اتعادلت، لو الإجابة غلط حتى لو يوسف ما جاوبش هيرجع ب 25 نقطة. طبعا لو جاوبت يا يوسف هتحرز الهدف الثالث، وده في رأيي هدف معنوي مهم جدا لمنة المرشد. السؤال الرابع، قدرات ذهنية، حل المسألة الآتية، 233 في 4 ناقص 831 يساوي كام؟ خمس ثواني. خلص الوقت. 48. خلص الوقت. 1 صح 100. 1 غلط ومية غلط. الإجابة الصحيحة 101. هارد لك يا كرولوس ويوسف، هترجع ب25 نقطة لمدرسة منية المرشد. منية المرشد رجعت تاني في المباراة 90، منية المرشد 150 مدرسة عمر ابن الخطاب. طبعا فريق عمر ابن الخطاب عنده خبرة، قادرين يتعاملوا مع الموضوع بمنتهى الثقة. مدرسة منية المرشد مخطوطين من الفقرة الأولى، مع إن في التصفيات كان أدائهم أفضل من أداء عمر بن الخطاب. الهدف الأول، الحمد لله أدائنا النهاردة كويس، قدرت أنزل ضربات الجزاء وأحرز الهدف الأول. الحمد لله قدرت أجاوب 7 أسئلة تحت الضغط ورجعنا ثقة التيم، في أمل نرجع في الماتش ونكسب إن شاء الله. طبعاً المباراة في رأيي الشخصي تصعبت جداً على منية المرشد، وهي مدرسة واحدة بس اللي هتوصل لدور 16. خلينا نشوف إيه اللي هيحصل، ويا ترى مدرسة عمر بن الخطاب هتحافظ على التقدم ولا منية المرشد هيبقى ليها رأي تاني. نكمل حلقة النهاردة ونشوف عجلة الحظ هتودينا فين. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع آخر فقرة، فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده طلاب مصر جمعوا 100 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب2000 جنيه بما يساوي 200,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 480,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير المدارس الحكومية في مصر.